أنا أعتقد خطوة من هذا النوع سترعب تركيا قبل أي كان. قبل أي كان تركيا هي المعنية الأولى بمثل هذه الخطوة، لأنها ترفض رفضا قطعيا قيام دولة كردية قريبة منها تعطي الأمل للأكراد في حكم ذاتي أو في انفصال أو في استقلال. إذا تركيا هي المعنية، وإذا كان ثم من يضغط على واشنطن وعلى الحلف الأطلسي، لأن تركيا عضو نشيط في الحلف الأطلسي، في رفض أي فكرة لدولة أو استقلال أو structure of power، يعني بنية سلطة كردية مستقلة، هو تركيا. تركيا حسب رأيي هي المعني الأول، سترفض، ستعمل كل، ستنزل بكل ثقلها لرفض مثل هذه الخطوة. وهنا حتى نرى الرأي العام الغربي واتجاه إعلامي غربي متعاطف مع الأكراد عادة، لكنه يصطدم دائما بالفيتو التركي. نحن فعلا أمام فيتو تركي. ربما النظام الدولة في سوريا قد يسعدها ذلك، المعارضات ربما المعارضة قد يسعدها ذلك، لكن حتما ويقينا تركيا هي المعنية الأولى بمثل هذه الخطوة.